لا يمكن الدفاع ولا الحديث عن الدفاع عن الجزائر والجبهة الداخلية مفككة وغير متماسكة. هذا أصل معروف في كل الدول. إذا كانت الجبهة الداخلية مفككة وجبهة داخلية غير متماسكة، لا يمكن الحديث عن الدفاع عن البلد. إذا كان فعلا كما شفنا في الخطاب تاع شنقريحة، إذا كان فعلا نريد حماية الجزائر، أولا أول شيء ينبغي تقوية اللحمة الداخلية. ثم ما الفائدة من الحديث عن الدفاع وإحنا لا نملك لا صناعة ولا مؤسسات قوية ولا اقتصاد قوي؟ ما الفائدة عن الحديث عن الدفاع عن الجزائر ونحن والمجتمع الجزائري يعيش تمايز اجتماعي، ويعيش فقر مدقع، ويعيش إحباط، ويعيش يأس؟ حتى ولا الشباب الجزائري اليوم بالمئات بل بالآلاف يغامرون في قوارب الموت بشكل يومي. ما منعتهم لا القوانين الدولية، وما منعتهم لا حراس الحدود، ولا منحهم أي شيء، لأنهم فقدوا كل أمل في العيش في هذا البلد. هذا نتيجة السياسات هذه التي صنعت هذا التمايز الاجتماعي، وزرعت اليأس في نفوس الجزائريين. ثم القضية الأساسية في هذه 60 سنة، السؤال اللي نطرحوه، القضية الأم، هل هو أن الدولة الجزائرية تمكنت من بناء المواطن الصالح، تمكنت من بناء المواطن الإيجابي الذي يخدم البلد تاعه بإخلاص، يدافع عن بلده بإخلاص وبتفاني؟ لأنه حتى كي نشوفوا مثلا الأفراد الذين رأيناهم مثلا في الاستعراض، ولا أفراد الجيش الوطني الشعبي، وأفراد حتى القوات الأمنية على اختلاف المصالح تاعها، هؤلاء مواطنون ابتداء ينبغي تكوينهم وتربيتهم على الوطنية الحقة. وهذا الشيء حتى نتمكن من تربية هؤلاء على المواطنة الحقيقية، وتربيتهم على حب الوطن حقيقة، هذا ينبغي أن يكون عمل جبار وجهد شاق، ابتداء تربيتهم من خلال التعليم ومن خلال الأسرة ومن خلال وسائل الإعلام. طيب. وعملية كبيرة جدا، وإذا لم نتمكن من تربية هؤلاء بالشكل المطلوب، لا يمكننا الحديث إطلاقا إطلاقا عن الحديث عن الدفاع عن الجزائر. طيب، ولكن شنقريحة في خطابه في هذا الصدد في موضوع الجبهة الداخلية كما كنت تقول، يقول بأنه هذا الاستعراض العسكري المهيب جاء في مستوى أبعاد ورمزية هذه الذكرى الخالدة، ذكرى الاستقلال، ومستوى تضحيات صانعيها، فضلا عن تقوية الجبهة الداخلية وتعزيز الرابطة بين الشعب وجيشه وأفراده الذين هم أولا وقبل كل شيء أبناء هذا الشعب العظيم ومن صلبه طبعا. ويخاطب الجنود: لقد أبدعتم بحق في هذا النجاح، في هذا العرض الناجح بكل المقاييس. هو بالمناسبة كان الخطاب للذين شاركوا في هذا الاستعراض. لكن هذا الكلام في اعتقادي أنه كلام موجه للاستهلاك الإعلامي لا غير، لأنه الواقع الذي نراه هو أنه الآن ما كانش فعلا في الواقع ما تكلموا عنه قبل سنوات ولا حتى يتكلمون عنه. اليوم كاين تلاحم بين الجيش الوطني الشعبي وبين الشعب الجزائري. اليوم الناس فقدت كل الأمل في السلطة القائمة. لماذا؟ لأنه كان ممارسات سلبية تصدر من طرف السلطة تجاه المواطنين الجزائريين. السلطة التي تسجن مواطن جزائري لأنه عبر عن حقه، تسجن مواطن جزائري لأنه كتب كلمة يعبر فيها عن رأيه السياسي. السلطة التي لم تتكلمني عن الاستعراض اليوم، أعطيني مثلا ما تم عرضه في هذا الاستعراض العسكري، هو صناعة جزائرية محلية. ما عدناش ولا عربة واحدة، هي صناعة محلية جزائرية. ما تكلمليش أنا مثلا اليوم على التركيب في 60 سنة، هذه ما تم إنجازه. اليوم احنا ما زلنا على غيرنا، ما زلنا نتسول الدول الغربية ودول المشرق اللي كانت تابعة لها، المعسكرات التي كانت تابعة لها الجزائر سابقا،
ما زالت هي التي نستورد منها هذه المدرعات، نستورد منها هذه الأسلحة، ونستورد منها هذه السيارات والطائرات. إذن لا يمكن الحديث عن الدفاع وانت لا تملك لا قرارات، ما عندك صناعة قوية، وما عندكش حتى مثلا مواطن صالح استثمرت فيه مثلا خلال هذه الفترة 60 سنة وتم بناؤه بناء صالحا وبناء قويا. احنا شفنا مثلا قبل سنوات كيف كانت الاستعراضات عند الجيش العراقي، ومن بعد كي دخلت عليه ماريكان ودخلت عليه شفنا كيف تفكك هذا الجيش في خلال أسبوع فقط، بل في خلال أيام، ولم يتمكن من الصمود ولم يتمكن من الدفاع عن بلده.